لماذا سميت سورة الأعراف ومن هم أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف يعني ذكرت قصتهم في مناجاة أهل الجنة مع أهل النار ومناجاة أهل النار مع أهل الجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، وذلك بعدما خطبهم الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يقول: لا أنا منجيكم ولا أنتم منجي، ما يستطيع أحد ينفع أحد، لأنهم نسأل الله العافية استحقوا غضب الله جل وعلا. يعني المسلمون دخلوا الجنة من رجحت حسناتهم على سيئاتهم وقبلهم الله جل وعلا برحمته دخلوا الجنة، وأما أهل النار فهم إلى النار، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة والحفظ. بقي من تساوت سيئاتهم وحسناتهم وهم على سور أو على مكان مرتفع بين الجنة وبين النار، هذا يوم القيامة. هذا يوم القيامة إذا دخل الفريقان، إذا دخل الفريقان كل منزلته، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى أصحاب الأعراف لم يفصل فيهم بعد، ثم بعد ذلك يأذن الله جل وعلا لهم بدخول الجنة، كما قال الله تعالى: لم يدخلوها وهم يطمعون، أي يطمعون في رحمة الله جل وعلا بدخول الجنة، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه. هل أصحاب الأعراف قوم معينون كانوا في الدنيا، أم هم من كل الأمم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم؟ من كان بهذا الوصف والعلم عند الله يعني أن يعني لم ترجح سيئاته حسناته على سيئاته فيدخله الله بفضل رحمته الجنة، بل تساوت. ولذلك مقولة جميلة لابن مسعود رضي الله عنه، يقول: شقي من غلبت آحاده أعشاره. كيف؟ إيش معنى الكلام؟ يعني الحسنة بعشر. نعم، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، مضاعفة عظيمة الله أعلم بقدرها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيد الله يعني يكفيك أنه مزيد من رب العالمين سبحانه وتعالى، والمضاعفة من الله. إذا غلبت هذه الأعشار الآحاد، لأن السيئة بسيئة، أو يغفر الله ويعفو ويصفح، لأن كما جاء في الصحيحين أن يعني هذا من كرم الله أن المسلم إذا هم بالحسنة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أن المسلم إذا هم بالحسنة فلم يعملها، يعني خواطر، صار عند الشيء من التفكير بحسنة معينة، يريد يتصدق أو يتلو القرآن أو يصلي ركعتين، هم بها ثم شغل عنها، تكتب له حسنة واحدة. شوف مجرد الهم، إذا عملها كتبت له بعشر أمثالها، هذا أقل التضعيف، إلى 700 ضعف، والله إلى أضعاف كثيرة، الله أعلم ما مداها وما حجمها وما قدرها، الله أعلم. ولهذا المسلم ينشط في فعل الخير، والله ما تدري، لعلك تتصدق بتمرة، تسبيحة، صلاة ركعتين، قراءة قرآن بقلب خاشع، أي معروف تبذله لنفسك يعني في عبادة خاصة لله سبحانه وتعالى، أو في نفع الناس وفي بذل المعروف وفي الإحسان والمواساة، يعني ما تدري إيش العمل الذي ترفع به عند الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان شخص يمشي في طريق وجد غصن شوك ونحاه حتى لا يؤذي الناس في المارة يمشون في الطريق، كيف بمن يعني يسهل للناس أشياء كثيرة أعظم من هذا الشيء، من غصن الشوك، من يسبب في طرقات الناس اليوم بسيارتهم، يعني يتعامل معهم بالحسنى، يقود سيارته برفق وبلين، يرى كل مسلم أخا له، يعني أقل شيء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم يستطع الشخص أن يقدم معروفا فلا أقل من أن يكف شره عن الناس، فإنها صدقة منه على نفسه. وإذا هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب، كتبت له حسنة إذا تركها خوفا من الله، كما في لفظ آخر: فإنما تركها من جرائي، من جرايا، يعني تركها خوفا من الله في بعض ألفاظ الحديث. وإذا هم بالسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة، أو إذا تاب واستغفر غفر الله عز وجل له. فمن غلبت آحاده أعشاره أليس هو خاسر؟ نعم. وأصحاب الأعراف من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يرجح بعضها على بعض، ثم بعد ذلك مآلهم إلى رحمة الله جل وعلا. في قول بعض المفسرين أنهم ممن جاهدوا وكانوا غير بارين بوالديهم أو العكس، ترجيح هذا قيل،
هذا قيل وكله يدخل في عموم من تساوت حسناته وسيئاته. يعني مثلا خرج قاتل قتل ولم يستأذن والديه كبيرة، إذا ترك والديه ولم يستأذنهما، يعني بعض يعني بعض الأولاد مع الأسف يعني يعذب قلب يعني قلوب والديه بتصرفات معينة حتى ولو كان قربه، يعني فيه يعني فيه نافلة وفيه فريضة، وهذه كلها ترجع طبعا هذه المعاني تساوي الحسنات إلى تساوي الحسنات والسيئات. نعم. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.